السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن tissue and cellular accumulations. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم عن various forms of cellular swelling أو accumulation of substances inside the cell. هنتكلم عن cloud swelling, hydrophobic swelling and fatty change. يعني إيه tissue and cellular accumulation؟ باختصار إن الخلية طول الوقت الخلية بتدخل لها substances بتتعامل معاها وبتستفيد منها وبعدين بتتخلص منها بطريقة ما، والنظام ده محكم جدا ودقيق جدا ومستمر على طول ما الخلية عايشة. لما بيحصل اي سبب بيعمل injury للخلية دي بيعطل طريقة الميتابوليزم بتاعتها لأي substance، فبتبدأ substance اللي داخل الخلية او produce inside the cell بتبدأ تتجمع بشكل أكبر من الطبيعي، وده بيكون reflected in the form of intracellular accumulation. باختصار هنتكلم عن ايه اللي بيخلي substances دي تتجمع. ان ممكن substances اللي متجمعة داخل الخلية بتكون normal cellular substance produced at a normal rate، لكن الخلية rate of metabolism is inadequate to remove it، لان الخلية فيها disease، فيها سبب ادى الى تعطيل الريت اوف ميتابوليزم وادى الى accumulation of the substance inside the cell بشكل اكبر من الطبيعي زي في حالات الفاتي تشينج. او ان ممكن السبستنس دي بتكون نورمال او ابنورمال اندوجينس سبستنس بتجمع داخل الخليه نتيجه ان في ديفكت في الميتابوليزم، وده غالبا بيكون حاجه جينيتك، ان في انزيم ميس في سلسله الميتابوليزم بتاعه السبستنس دي، فبيؤدي الى تعطيل هذا الميتابوليزم وبيؤدي الى اكتيفيشن اوف ذا سبستنس ان سايز ذا سيل زي في حالات الستورج ديزيز، اشهرهم مثلا حاجه اسمها جلايكوجين ستورج ديزيز، وده كومن وده بيحصل في الليفر. او ان السبب الثالث ان السبستانس اللي متجمعه داخل الخليه دي حاجه اكسوجينوس مش موجوده اصلا في الجسم، بتجي الجسم من بره، لكن الخليه غير مهيئه انها تتعامل معاها فبتبدا تتجمع في داخل الخلايا زي حاجه اسمها انثراكوزيس، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان الكربون بارتكلز اللي احنا طول النهار بنتنفسها في الهواء اللي مليان بوليوشن بتبدا تدخل اللنج وتيجي تتجمع في الماكروفيج بتاعت اللنج اللي اسمها حاجه بنسميها هارت فيلير سيلز، بتجمع in the form of black dots in these macrophages وتفضل موجودة في اللنج. فلو شفنا اللنج جروسلي هنلاقيها فيها black dots كده اللي هي بتسميها انثراكوز، ده موجود طبعا في اللنج بتاعت كل الناس، ودي نتيجة ان اللنج غير مهيئة انها تتخلص من الكربون بارتكلز دي وتبدأ تجمعها زي ما قلنا in the form of anthracoz. اول حاجة هنبدأ بيها النهاردة ان شاء الله حاجة اسمها cloudy swelling. ايه هو الكلاود سويلنج؟ الديفينيشن كلاود سويلنج از ريفرسبل سيل انجري. ريفرسبل يعني حاجه ممكن ترجع تاني الخليه لطبيعتها. ريفرسبل سيل انجري كاركترايزد باي، بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها سويلنج اوف ذا سيل اند جرانيولاريتي اوف ذا سيتوبلازم. ليه؟ نتيجه ووتر اكيوميليشن انسايد ذا سيتوبلازم. الكلاود سويلنج ده الكومنست اند ايرليست فورم اوف سيل انجري، يعني وانس ذا سيل از subjected to injury اول حاجه بتظهر عليها بيحصل فيها cloudy swelling، وزي ما قلنا دي حاجه مايلد وحاجه بتكون reversible. ايه الباثوجينيسيس بتاع cloudy swelling؟ بيحصل ايه لما بيكون في مايلد انجري؟ mostly مايلد هايبوكسيا. ده بتعمل ايه؟ بتعمل انترفير مع البروسيس اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن، اللي هي عمليه الريسبيريشن داخل الميتوكوندريا اللي هي المسؤوله عن انتاج الاي تي بي الادينوزين ترايفوسفيد. لما بيقل الادينوزين ترايفوسفيد فده بيقلل الاكتيفيتي بتاعه الصوديوم بامب اللي موجوده على البوابات بتاعه الخليه، البوابات اللي هي بتفتح وبتقفل وبتحتاج طاقه ان ذا فورم اوف اي تي بي. مفيش الاي تي بي، قلل الاي تي بي، فالبوابات دي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان الاكتيفيتي بتاعتها بتقل، وبالتالي ما بتكونش محكمه. فده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي ان الصوديوم بيبدا يحصل له اكيوميليشن انسايد ذا سيل، وما دام الصوديوم داخل الخليه بيبدا البوتاسيوم يطلع بره. لما الصوديوم بيدخل الخليه ده بيستتبعه على طول ان بيجي الووتر معاه، فبيبدا الووتر يتجمع داخل الخليه وبيحصل accumulation of water and cellular swelling زي ما احنا شايفين في الايه في الدياجرام. ايه هي الاورجنز اللي هي affected by cloudy swelling؟ It affects highly specialized parenchymatous cells، السيلز اللي هي ليها وظائف كتيره ووظائف محكمه وبالتالي بتحتاج طاقه كتيره زي الكدني والليفر والهارت ماسل. الاسباب طبعا زي ما قلنا اهم سبب هو الهايبوكسيا، ممكن اذر كوز زي التوكسيميا والاكيوت انفلاميشن. الامثله عليها زي في حالات ايه؟ في حالات البرينال كونفيوتد تيبيولز النفرايتس والهيباتوسايتس في الفايرال هيباتايتس.
pathological features of cloudy swelling هنلاقي ان الجروثلي الاورجان بيكون swollen وبيل وسوفت. تحت الميكروسكوب هنلاقي ان السيلز بتكون swollen وليها xenophilic granular cytoplasm نتيجة ان accumulation of water inside the cytoplasm في حين ان النيوكليس unaffected وبالتالي بنلاقي ان النيوكليس بتكون normal. The fate of cloudy swelling بيكون زي ما قلنا احنا في اول كلمة في الديفينيشن بيكون reversible. لو الانجري stopped the cells will return to normal. لو persist the cells will develop hydrophobic swelling اللي هو اللي هنشوفه في بعد شوية and may progress into necrosis اللي هو cell death زي ما اخدنا في المحاضرات قبل كده. دي section of the kidney شايفين فيها دي الجلوميرولس وفي التبيولز. الكدني بتتكون من الفانكشنج يونت اوف ذا كدني اللي هو النفرون بيتكون من حاجه اسمها جلوميرولس اللي هي فيها الكابيلاريز اللي بتعمل فلتريشن للبلاد في البومنز كبسول. بعد كده بينتهي بحاجه اسمها بروكسيمال كونفوليوتد تبيولز وديستال كونفوليوتد تبيولز وكولكتنج ذا. فعندنا التبيولز بتاعت الكدني لو احنا شايفين دي النورمال تبيولز اوف ذا كدني بتكون السيلز بتاعتها كيوبويدال وليها اسينوفيليك سيتوبلازم وراوندد نيوكليس. لما التبيولز دي بتتعرض لاي هايبوكسيا او اي او توكسيميا او انفلاميشن بتبدا اللي يحصل فيها الكلاودي سويلنج اللي احنا كنا لسه قايلينه ان احنا نبص نلاقي الخلايا بتاعت التبيولز بقت سوونن. لو قارنا الخلايا هنا بهنا هنلاقي الخلايا هنا بقت سوونن سيتوبلازم بايزينوفيليك وجرانيولا في حين ان النيوكليس دي نورمال زي النتيجه دي اللي هي البيكشر بتاعت الكلاودي سويلنج. يبقى كده عرفنا ان الكلاودي سويلنج عباره عن ايه؟ عباره عن accumulation of water inside the cytoplasm of the cell بيكون حاجه reversible the earliest change لما بيحصل لما الخليه بتتعرض لمايلد انجري. زي ما قلنا الفيت بتاعه ان هو لما الانجري بيستوب بنلاقي الخليه بترجع تاني للنورمال. لو الانجري بيرزست الخليه ممكن تبروجريس انتو حاجه اسمها هيدروبيك سويلنج اللي احنا هنشوفه دلوقتي. يعني ايه هيدروبيك سويلنج؟ ليه اسم تاني اسمه بالونينج ديجنريشن برضه ده ريفرسبل سيل انجري كاركترايزد باي اكسسيف اكيوميليشن اوف ووتر انسايد ذا سيل ليدنج تو سيلولار سويلنج اند فورميشن اوف فاكيولز انسايد ذا سيتوبلازم. يبقى الووتر اللي كان عامل جرانيولار جرانيولاريتي اوف ذا سيتوبلازم نقط صغيره متجمعه في السيتوبلازم بيبدا يتجمع فبيعمل لنا فاكيولز انسايد ذا سيتوبلازم. الباثولوجيكال فيتشرز ان الاورجان برضو نتيجه اكيوميليشن اوف ووتر بيبقى سوولن وبيل. تحت الميكروسكوب ان السيلز بتبقى سوولن لكن السيتوبلازم مش مجرد ان هو فيه جرانيولاريتي لا بتبدا فيه تظهر فيه فاكيولز يا اما مالتيبل سمول فاكيولز او سنجل لارج فاكيول في حين برضو ان النيوكليس هنا نورمال لسه النيوكليس يعني سليمه ما فيش الانجري ما كانش سيفير لدرجه ان هو ياثر على النيوكليس جاست ان هو عمل اكيوميليشن للووتر انسايد ذا سيتوبلازم. الامثله على الهيدروبيك سويلنج بنلاقيها بنشوفها امتى؟ بنشوفها في الابيدرمال سيلز في حالات الفايرال انفكشن وفي حالات المايلد بيرنز او في السيلز اوف رينال تيوبولز في حالات الالكترولايت امبالانس البيتا سيلز اوف ذا بنكرياس ان كيس اوف دايابيتس ميليتوس والهيباتوسايتس في الفايرال هيباتايت. زي ما شايفين هنا دي الابيدرمال سيلز في اللي هي الكراتينوسايتس اللي موجوده في الابيدرمس هنا هتبدا يظهر فيها فاكيولز مليانه ووتر والنيوكليس بقت الى حد ما اكسنتريك نتيجه ان حصل فيها هيدروبيك تشينج. دي برضو الرينال تيبيولز زي ما احنا شايفين اهي جلوميرولاي والرينال تيبيولز بعضها حصل فيه هيدروبيك سويلنج بقت السيلز لارج والنيوكليس بوشت تو ذا بقت اكسنتريك والسيتوبلازم بقت فيه ووتر في الفاكيولز. ده منظر الهيباتوسايتس اللي حصل فيها هيدروبيك سويلنج. النورمال هيباتوسايتس اللي احنا شايفين السيتوبلازم بتاعها لسه غامق شويه الخلايا صغيره لما بيبدا يحصل فيها هيدروبيك سويلنج بنلاقي ان هنا في مالتيبل فاكيولز مليانه ووتر داخل الخليه والنيوكليس زي ما قلنا في بعض الخلايا بقت اكسنتريك نتيجه ان الووتر خلى النيوكليس زق النيوكليس على جنب شويه. الموضوع اللي بعد كده هنتكلم عنه حاجه اسمها فاتي تشينج او ستياتوزيس. ايه الديفينيشن اوف فاتي تشينج؟ ده عباره عن ايه؟ كلمه ستياتوزيس يعني ليبيد. يعني ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريفرسبل سيل انجري كاركترايزد باي باثولوجيكال اكيوميليشن اوف ترايجليسرايد او نيوترال فات ان ذا سيتوبلازم اوف برينكيمال سيلز. يبقى الكلاودي سويلنج والهيدروبيك تشينج اللي كنا لسه بنتكلم عنهم ده عباره عن ووتر اكيوميليتنج ان ذا سيتوبلازم.
في حين ان الفاتي تشينج هنا ده عباره عن برضو ريفرسبل سيل انجري، بيحصل فيه اكيوميليشن اوف ايه، اكيوميليشن اوف ترايجلسرايد او نيوترال فات في السيتوبلازم اوف ذا بارينكيمال سيل. كومنلي الفاتي تشينج بنلاقيه في الليفر، اكتر اورجن بيكون افكتد بفاتي تشينج. دايما نسمع كتير يقول لك واحد راح للدكتور وقال له عندك دهون على الكبد، كلمه دهون على الكبد هي معناها هي الفاتي تشينج، بس يعني الوصف بتاع كلمه الفاتي تشينج. ليه في الليفر؟ لان الليفر ده الميجور اورجن انفولفد ان فات ميتابوليزم، لكن ممكن نلاقيها في اذر اورجنز زي الهارت والكدني. فعشان كده هنتكلم دلوقتي عن الفاتي تشينج اوف ذا ليفر. النورمال ليبيد ميتابوليزم في الليفر يعني ناخد فكره سريعه عنها، وطبعا انتوا اكيد عارفين الكلام ده من البايو اللي درستوه قبل كده، ان الفري فاتي اسيدز اللي بتيجي من الاديبوس تيشو او من الانجستد فود اللي بناكله بتبدا بتكون نورمالي ترانسبورتد انتو ذا ليفر. في الليفر بيحصل لها ايه؟ بتتحول لترايجلسرايد، كوليسترول، فوسفوليبيدز او اوكسيدايزد الكيتون بوديز عشان تعمل لنا انرجي برودكشن. بعد كده الترايجلسرايد تكون كومبلكسد ويز ايبو بروتين عشان تكون لنا حاجه اسمها لايبو بروتين عشان تبقى ريليز من الليفر تو ذا تيشو. ميجور اورجان، المين اورجان انفولفد ان فات ميتابوليزم، عشان كده كومنلي بيحصل فيه فات فاتي تشينج. ايه هي الكوز اوف فاتي ليفر؟ اول كوز عندنا الاوبيزيتي، زي ما قلنا عشان كده منتشر جدا، الناس كتير جدا تقول لك انا عندي دهون على الكبد، غالبا بيكونوا اوبيز. الهايبر لايبيديميا، الدايبيتس ميليتس، بروتين مال نيوتريشن اند ستارفيشن، سم ليفر ديزيز زي الفايرال هيباتيتس، الالكوهول كونسومشن، بعض التوكسينز والسايد افكتس اوف سم دراجز. ايه الميكانيزم او الباثوجينيسيس؟ ممكن نتيجه ممكن بعض الديزيز زي الستارفيشن الدايبيتس ميليتس والاكسس فات انتيك بتعمل ايه؟ بتلاقي ان كميات الفاتي اسيدز اللي رايحه للليفر كتيره، فبالتالي قدره الليفر ان هي تتعامل معاها ما بتكونش كافيه، فبيبدا يتجمع الليفر في بيتجمع الفات في الليفر ان ذا فورم اوف فات تشينج. يبقى اكسسيف فاتي اسيد موبيلايزيشن فروم فات ستورز تو ذا ليفر زي في حالات الستارفيشن، في حالات الدايبيتس ميليتس، في حالات الاكسس فات انتيك. او بعض الديزيزز اللي بتاثر على الليفر سيلز زي في حالات الفايرال هيباتيتس، فبالتالي الفاتي الليفر سيلز مش قادره انها تتعامل مع الفات، فمش قادره تعمل ميتابوليزم للنورمال اماونت اوف فات ريتشنج ات، فبيبدا الفات يتجمع ان ذا فورم اوف فاتي تشينج. في بعض الاسباب زي الالكوهول كونسومشن بيعمل الفاتي تشينج عن طريق ان هو بيعمل ايه؟ بيغير الميتوكوندريال والميكروزومال فانكشن، خلاص، فبيزود الريت بتاع الكونفرشن اوف فاتي اسيدز تو ترايجلسرايد، وده ليدنج تو انكريز سينسيس اند ريدوس بريك داون اوف ليبيد. ميكانيزم تانية ان هو ديكريز الاوكسيديشن اوف فاتي اسيدز نتيجه الهايبوكسيا والانيميا، الاكسجين مش جاي مش موجود بكميات كافيه ان هو تعمل اوكسيديشن للفاتي اسيدز، فبالتالي الفاتي اسيدز تبدا تتحول لترايجلسرايد تتجمع في الليبر. او اخر سبب ان هو ديكريز السينسيس اوف ايبو بروتين ان كيد اوف بروتين مال نيوتريشن او كاربون تتراكلورايد، ده نوع من البويزنينج، او فوسفورس بويزنينج، بعض الدرجز او التوكسيك ماتيريال بتعمل ايه؟ بتخلي الريت اوف سينسيس اوف ايبو بروتين عشان يكون عشان يتحد مع ترايجلسايد عشان يعمل لنا اللايبو بروتين اللي هي ريليز من الليفر مش موجود بكميات كافيه، فبيبدا الترايجلسايد تتجمع انسايد هيباتوسايد. لو جينا نشوف الباثولوجيكال فيتشرز اوف فاتي تشينج اوف ذا ليفر، جروسلي هنلاقي ان الليفر بيكون انلارجد وسوفت ان كونسيستنسي، خلي بالنا لازم يكون سوفت عشان لما نشوفها في الجرات ان شاء الله. بنلاقي الكبسول تنس لان الليفر بيسولن، فبالتالي الكبسول بيبقى مشدود عليه فبيبقى الكبسول تنس. الكلر بيكون بيل يلو، ممكن يكون باتشي او ديفيوز، يعني كل الليفر زي ما بيكون لونه بيل يلو، او زي ما احنا شايفين هنا باتشي، يعني حتت يلو وحتت لسه ما بقتش يلو. ذا بوردرز بتكون راوندد، والكات سيرفيس بلج اند جريزي تو تاتش. لما بنعمل ناخد كات سيكشن في الليفر بنلاقيه جريزي تو تاتش، وبيكون الكات سيكشن الكات سيرفيس بيكون ايه؟ بلجنج اوتسايد. تحت الميكروسكوب هنلاقي ان في الاتش اند اي ستين سيكشن السيلز بتاعت الليفر بتكون سولن. ليه؟ لان بيكون فيها ويل ديلينييتد ليبيد فيلد فاكيولز انسايد ذا سيتوبلازم زي ما احنا شايفين هنا. الهيباتوسايتس المفروض كان السيتوبلازم بتاعها ايزينوفيليك، بتبدا نلاقي فيها فاكيولز مليانه، المفروض ان الفاكيولز دي مليانه ليبيد، لكن في الاتش اند اي ستين سيكشن نتيجه البروسيسنج بتاع التيشو
الليبيد ده بيدوب اثناء التحضير فبيبان على شكل فاكيولز فاضيه، بتخلي الخليه بوشت تو ذا بوردر اوف ذا سيل وبتبقى فلاتند، فبتدينا منظر اللي هو السيجنت رينج. يعني ايه سيجنت رينج؟ يعني كاني خاتم فيه فص سيجنت رينج كبيره. الفاكيولز دي بتكون ممكن ماكرو فيزيكولار، يعني فيزيكال كبيره ماليه الخليه كلها زي ما احنا شايفينها في الصوره، وضغط النيوكليس موديها على جنب اللي هي منظر سيجنت رينج ده بنسميها ماكرو فيزيكولار، او في بعض الاحيان بتبقى مايكرو فيزيكولار يعني مالتيبل سمول فاكيولز مش فاكيول كبير زي ما احنا شايفين. في الاتش ان دي سيكشن بنلاقي الفاكيولز دي كانها فراغات بيضة كده زي ما قلنا، لان الليبت بيدوب اثناء التحضير فما بنقدرش نشوفه، بنشوف فراغات بيضة مكانه. لكن عشان احنا نتاكد منه ممكن نصبغها بسبيشال ستين زي حاجه اسمها اويل ريد اويل اللي تدينا بتصبغ الفاكيولز دي باللون الاحمر زي ما احنا شايفين في الصوره، او حاجه اسمها سودان 3. بس السبيشال ستينز دي لازم عشان نعملها على في حاجه اسمها فروزن سيكشن، يعني سيكشنز مش بتمر بالمراحل البروسيسنج العاديه بتاعه التيشو العاديه، لا بتمر بطرق اخرى، بتتمرر بطرق اخرى. الايفكت بتاع الفاتي تشينج اوف ذا ليفر لو هو الكود بتاع الانجري مايلد، فبنلاقي الفاتي تشينج ممكن يكون ريفرسيبل لو احنا يعني انتهى الكوز اللي عامل انجري للليفر. بيحصل ايه؟ بيحصل ان الليفر بيرجع تاني للنورمال وما بيكونش فيه اي افكت على الفانكشن بتاعت الليفر زي ما احنا شايفين في الدياجرام هنا. ده الهيلثي ليفر. لو حصل فيه مثلا هايبوكسيا، مثلا دراج بويزنج، الليفر تحول لفاتي ليفر. لو احنا الليفر الكوز ده اتشال بيبدا الليفر تاني يرجع للنورمال ليفر. لو الكوز مستمر او الكوز اوف انجري كان سيفير، الفاتي تشينج ممكن يؤثر على الليفر فانكشن، امبير ذا سيل فانكشن اوف ذا ليفر، وممكن بعد كده بروجريس انتو ليفر فايبروزز، والليفر فايبروزز بعد كده ممكن يتحول لسيروز. هنتكلم عن فاتي تشينج اوف اذر اورجنز. الهارت، الفاتي تشينج اوف ذا هارت بيكون حاجه رير بس ممكن افكتنج الهارت بس رير، وبيكون ليه نوعين، حاجه ديفيوز او باتشي. ديفيوز حالات التوكسيك مايوكاردايتس في حالات الدفتيريا، الباتشي لما بيكون نتيجه برونجد هايبوكسيا زي في حالات السيفير انيميا. جروسلي هنلاقي عندنا الهارت بيكون انلارجد وسوفت. المايوكارديال سيرفيس بنلاقي فيه يلو ستريكس، بيكون فيها الترنيشن ما بين تو كالرز. اليلو ستريكس بتاعت المايوكارديال سيلز اللي هي اكيوميليتنج الفات، ومع جنبها على طول في براون ستريكس اللي هي عباره عن النورمال مايوكارديال سيلز، فده بيدينا شبه التايجرد افكت زي ما احنا شايفينه في الصوره دي. في يلو ستريكس اهي جنبها براون ستريكس، اليلو ستريكس دي المايوكارديال سيلز اللي مليانه بالفات، البراون ستريكس النورمال مايوكارديال سيلز. تحت الميكروسكوب هنلاقي ان المايوكارديال سيلز اكيوميليتنج فات ان ذا فورم اوف فات نيومرس فات فاكيولز. الايفكت بتاع الفات تشينج زي ما قلنا دي حاجه رير، بس لو هو حاجه ديفيوز زي حالات الدفتيريا ده بيعمل ديكريز الكارديك كونتراكتيليتي، وانترفير طبعا المايوكارديال سيلز بقت مليانه فات فمش قادره تقوم بوظيفتها في الكونتراكشن، فبتبدا الوظيفه بتاعه الكونتراكتيليتي بتاعه الهارت بتتاثر، وممكن ده يؤدي الى هارت فيلير. فاتي تشينج اوف ذا كيدني برضه بيؤثر على الخلايا بتاعت البليوتنج تيوبولز اوف ذا كيدني، بيحصل نتيجه سكندري تو ديزيز كوزنج هايبوكسيا اوف ذا سيلز اوف ذا كونفليوتد تيوبولز زي ما احنا شايفين هنا زي ما قلنا دي الجلوميرولس ودي التيوبولز اوف ذا كيدني، ونبدا نلاقي التيوبولز كان فيها فاكيولز كبيره كده نتيجه وجود الفات داخل التيوبولز. اني كويتشنز؟ Thank you.